انا بدي امشي بالماده لانه امتحانكم انتم تخيل الفاينل سو فار لحد الان لسه جدول معتمد، لكن هو راح يكون اول امتحان البايستات الريسيرش، بس يعني لسه عم رتب الجدول تقريبا 13 واحد على خير ان شاء الله. فهو مش ضايل يعني، ما ضل هم كم من محاضره دوبنا نلحق نمشي بالماده، يكون معكم ماده في هذا ونخلص شيء لازم تعرفوه لانه عشان تكونوا اخذتوا ريسيرش. تمام. الان اخر شيء وصلنا فيه اللي هي لونجيتودينال ستدي ديزاين، لما كنا نحكي حكينا عن كروس سكشنال ستدي، فهي في لحظتها في الان تبعها في حكينا عنها هي سناب شوت تعطينا صوره عن الوضع الحالي، ومثال عليها ايضا كمان ايكولوجيكال ستديز اللي هي على مستوى ممكن يكون عالمي على مستوى جروبس داتا. تمام. احاول ارجعكم استذكر معاكم المحاضره خصوصا انه ما حضرتوا. فهاي الكروس سكشنال ستديز اللي هي بتعطيني صوره مقطعيه في الوقت الحالي عن الوضع. تمام. انتهينا. الان في ستديز الشق الثاني منها اللي هي لونجيتودينال ستدي اللي هي فيها فولو اب، فيها متابعه للمشاركين معي بالدراسه. واعطينا اتخيل انه هنا في هذا ال هيو امامكم اللي هي longitudinal studies اللي هي ممكن تكون فيها 3 or more number of contacts، ممكن انا ارجع اتواصل مع الناس اللي شاركوا معي بالدراسة 3 مرات او اكثر لحتى اوصل منهم للمعلومات اللي انا بدي اياها. اوكي. فشو المقصود بال longitudinal study design؟ مشكلة من هون. طيب أو longitudinal studies اللي عم نحكي عنها، إذا study population is visited a number of times at regular intervals، ممكن يكون كل 6 أشهر، ممكن يكون كل سنة، usually over a long period of time، ممكن تأخذ هاي الدراسة 20 سنة وأنا بعملهم follow up، وممكن 5 سنين، ممكن حسب الدراسة وحسب ال ممكن usually over a long period of time to collect the required information. يعني ممكن أنا أروح أشوف ناس مثلاً smokers وأضلني أتابع فيهم كل سنة لحد ما أشوف مين راح يصير عنده lung cancer وأشوف قديش incidence of lung cancer among smokers و non-smokers. أوكي، وأقارن بيناتهم مين أكثر، هل هو بالsmokers أو لا. إذا هاي هي الطريقة اللي هي بالlongitudinal study design. These intervals are not fixed, so their length may vary from study to study. زي ما حكيت لكم، ممكن يكون 6 أشهر، ممكن يكون سنة، حسب الأوتكم اللي أنا بدي أتابعه. إذا كان كانسر يعني صعب إنه كل 6 أشهر أتابعه، يعني بدك تعطي intervals أطول، وهكذا حسب الأوتكم. So intervals might be as short as a week or longer than a year, irrespective of the size of the interval. The type of information gathered each time is identical. إذا كل مرة أنا باخذ نفس الكوشنير نفس المعلومات، so type of information is identical بغض النظر عن حجم الانترفال، سواء كان أسبوع، 6 أشهر، سنة، whatever حسب أنا الدراسة تبعي. فأمامنا المخطط يبين study population، مشيت معهم انترفال، بديت أخذت منهم معلومات فترة من الوقت الآن لو رجعنا للمخطط قبل شوي اللي هي study designs based on the reference period، راح نلاقي حكينا اللي هي في retrospective و prospective. Retrospective prospective، شو المقصود بينها في ال retrospective وال prospective؟ هي the reference period refers to the time frame in which a study is exploring a phenomenon, situation, event or problem.
انا عندي ايفنت معين، فانا كيف بقدر اخذ المعلومات؟ شو التايم فريم اللي اخترته لحتى اخذ المعلومات؟ هل رجعت للتاريخ، رجعت ريتروسبكتيفلي؟ هل انا من الان بريزنت مشيت لقدام اخذت معلومات عملت لهم فولو اب بروسبكتيفلي، او اني ممكن اخذت منهم معلومات ريتروسبكتيفلي وبروسبكتيفلي؟ اذا هي تعتمد على التايم فريم للاستدي. Retrospective study design investigate the phenomena, situation or problem or issue that happened in the past. They are usually conducted on the basis of the data available for that period, on the basis of respondents' recall of the situation. إذا أنا لما أكون بدي أختار retrospective study design، هل عندي data available in the past؟ Records mainly، غالبا دي في records أو مستشفيات أو في اللي هي ممكن منشآت حكومية وغيرها وغيرها، أو إنه اللي هي on the basis of respondents recall of the situation. ممكن إحنا نرجع نسأل respondents شو صار معه بالhistory لحتى نأخذ منه معلومات صارت قديمة. هاي retrospective study design. The prospective study design refers to the likely prevalence of a phenomenon, situation or problem, attitude or outcome in the future. أنا عم بستنى حدوث outcome في the future. Such studies attempt to establish the outcome of an event or what is likely to happen. إذا إحنا هنا عم نستنى حدوث الـ outcome، فهي تكون prospective. Okay. Experiments، عادة experimental design لما أنا أسوي intervention معين أو بمختبر أسوي أشوف treatment لشيء معين، فأنا بتبع الـ prospective study design لأن أنا حاليا سويت intervention، I'm waiting for the outcome to occur prospectively. Okay. Retrospective and prospective ممكن يكون حكينا اللي هي ناخذها قبل وبعد. انا الان في الوقت البريزنت اخذت معلومات من الهيستوري او من الريكوردز، وايضا عملت فولو اب في حاله صارت retrospective and prospective. So it focus on past trends and the phenomena and study and study it into the future. Part of the data is collected retrospectively from the existing records before the intervention is introduced, and then the study population is followed to ascertain the impact of the intervention. إذا أنا أخذتها في الماضي وبعمل follow up لحتى أتأكد أو أعرف شو تأثير هذا ال exposure على إنه صار ال outcome أو لا. أوكي؟ إذا إحنا في هاي العلاقات كلها دراسات اللي بتجينا، إحنا في two main خلينا نحكي مصطلحين لازم نركز عليهم اللي هم الإكسبوجر والأوتكم، الإكسبوجر والديزيز. فأنا بهمني أخذ سموكينج وحدوث اللنج كانسر. هل أنا أخذت السموكينج الستاتس الإكسبوجر وسميت اللنج كانسر؟ هل أنا أخذت اللنج كانسر بيشنتس والناس ما عندهمش لنج كانسر ورجعت شفت مين هم إكسبوز للسموكينج أو لا؟ لأن هاي هي الديزاينز في هاللونجيتودينال ستديز تختلف فقط اني انا هل بدات بالاكسبوجر ولا بدات بالديزيز، هل صنفت حسب الديزيز ولا صنفت حسب الاكسبوجر. وهذا هلا اكيد انتم كليات الامور فاتت ببعضها، احنا كنا ماشيين ممتاز ريتروسبكتيف وبروسبكتيف ممكن السنتين، بس الان لما صرنا نحكي اكسبوجر وديزيز الامور خربطت. لذلك رح نبدا بديزاين بيست على هل هو بيستدل الديزيز اول ولا الإكسبوجر أول، وكيف بيمشي ريتروسبكتيفلي أو بروسبكتيفلي. تمام؟ لكل ديزاين. قبل ما نبلش فيهم هاي كمخطط للأشياء اللي كنا نحكي فيهم، الـ A هون ريتروسبكتيف ستدي ديزاين، هاي عندنا ستدي بوبوليشن، ممكن أخذنا من الريكول حكينا من التذكر معلومات الناس شو بتتذكر، أو من سكندري داتا اللي هي الريكوردز مثلا، و اللي هي كونها retrospective. فأنا هون اللي present في الوقت الحالي أنا هون ورجعت retrospectively على study population وخدت معلومات من records من recall or secondary. الآن ناحية B اللي هي prospective، أنا هنا في present هون. أوكي، هاي study population مشيت معهم لقدام وخدت معهم منهم future data collection primary من primary sources، ده تكون مش رح تكون secondary مش records لأن أنا لقدام عم باخد. تمام. ومن ناحية الريتروسبكتيف والبروسبكتيف، أنا هون في البريزنت
إذا رجعت للريتروسبكتيف أخذت ريكول أو سكندري ريسورسز وامشي معهم لقدام، رح أعمل داتا كوليكشن اللي هي برايمري أو سكندري لأنها اللي هي بستدي بوبوليشن للفيوتشر. ممكن إني أخذ سكندري إذا كانت بالريكورد عم تتسجل أول بأول، بس خلينا نركز فيها على أساس هي برايمري سورسز البروسبكتيف. الآن لو رجعنا للمخطط الأولاني كان كمان ميزلنا design based on nature of the investigation، ممكن يكون experimental non-experimental أو quasi or semi-experimental. experimental رح أعطيه محاضرة اللي هو أنا بعمل intervention سواء treatment سواء education program سواء whatever intervention، أنا سويت إشي، أنا عملت مداخلة وانتظرت الأوتكم لحتى يصير، هاي experimental بجرب مجموعة بعطيهم intervention ومجموعة ما بعطيهم intervention وبشوف هل صار عندهم الأوتكم أو لا. non-experimental observation، أنا ما عملت أي شيء مثل smoking، أنا خليت ناس تسموك وناس لا، لا شفت الناس السموكرز والنون سموكرز ومشيت معهم لحتى أشوف الأوتكم. أنا ما عملت أي intervention. نفس الشيء الأدوية medications، مين ماشي على الستاتنز مين مش ماشي على الستاتنز، ومشيت معهم لحتى أشوف إذا صار عندهم أوتكم معين أو لا، كانسر whatever من الأوتكم اللي ممكن تصير. تمام، هاي الدراسات نسميها نون اكسبيرمنتال، مينلي نسميها الاوبزرفيشنال لانها فقط اوبزرفيشن من غير اي انترفنشن. في دراسات اللي هي كوازي او سيمي اكسبيرمنتال بتكون فيها جهتين وراح نحكي عنها ممكن في لما ناخذ الاكسبيرمنتال ديزاين. اذا ريسيرش ستدي تايبس ممكن تكون اكسبيرمنتال اوبزرفيشنال. اكسبيرمنتال هدفها عاده بيكون اللي هي للبريفنشن او تريتمنت للديزيز، انا بجرب تريتمنت معين بحيث اني انا هل هذا التريتمنت بينفع معي لعلاج ديزيز معين او حتى اللي هي للبريفنشن للديزيز ان انترفنشن بسوي هل بيمنع حدوث ديزيز او لا. تمام، الاوبزرفيشنال الايكولوجيكال انا ما عملت اي انترفنشن، اخذت معلومات من مثلا من الجي اف دي اي وغيرها وغيرها مثلا من اللي فيها ريبورتس على مستوى الدول على مستوى كذا، هاي ايكولوجيكال. كروس سكشنال نفس الشيء، انا اعطيتكم استبيان اعطيتكم ما اثرت عليكم بشيء، ما قلت لكم خذوا هاي المحاضره وبيست عليها بقيس النولج لانه نفس المحاضره والبي ان انترفنشن، انا فقط قست النولج از ات از، فهي اوبزرفيشنال. الكوهورت والكيس كنترول هذول رح نحكي عنهم اللي هي ديزاينز، رح نبدا اليوم بالكوهورت ان شاء الله. فهذول شو هدفهم؟ البريفنشن والتريتمنت بالاضافه للكوزز بالذات للكوهورت والكيس كنترول، لانه حكينا احنا بالكروس سكشنال والايكولوجيكال ما في كوزاليتي، ما في تيمبرال ريليشن شيب، ما فيش شيء زمني، ما بقدر اضمن انه صار الاكسبوجر قبل او بعد الاوتكم. بينما بالكوهورت والكيس كنترول لاني انا بتابع المشارك معي وبشوف شو وضعه، هل كان هو صار عنده الاكسبوجر قبل حدوث الاوتكم او لا، فبقدر اربطها واحكي انه مثلا سموكينج كوزد لنج كانسر، بتكون علاقه وبطلع منها الستاتستيكال تيست وبنحسب الاودز ريشيو او الريليتيف ريسك لها وبطلع فيها بريسك استيميت يعني، وبحكي انه ذير از ان اسوشيشن وانه فاكتور اي والكوز فاكتور بي. اذا بالتالي بقدر اعرف البريفنشن والتريتمنت اند كوزز. اوكي، اللي كنا نحكي هذا كلياته حكينا اللي هو longitudinal studies اللي هي من ناحية اللي هي quantitative and qualitative designs. فالكل اللي حكينا هلا experimental والcohort والكذا ممكن يكون اللي هن ضمن quantitative، فبنقارنهم شوي بالqualitative. يعني إذا جبت سؤال بالفاينل وحكيت شو هذا الديزاين وشو نوعه وbased on what، أحكي لك qualitative مش تحكي لي مادة ميد، فركزوا معي اوكي، لانه هاي صارت ABCs.
اوكي صارت اي بي سيز. هلا صار احكي لك الكواليتيات بتحكي ما اخذناهاش ماده ميد، ولا احكي لك ريسيرش تحكي لي ريسيرش كانت ماده ميد؟ لا هي صارت اي بي سي يعني صار اوكي. مش حفوت بالديتيلز بالميد، لكن في بيسك كونسبت لازم تكون خلص وصلت. اوكي فالكوانتيتيف والكواليتيف حكينا الكواليتيف هي بتبقى فيربل، المعلومات اللي فيها الداتا اللي اخذتها كلياتها فيربل وصفيه بالضبط، فهي بيز اون ديدكتيف لوجيك، اتز فليكسيبل في مجال الاخذ العطاء فيها، ايمرجنت ممكن في اللحظه هاي اصير اعطي اسئله، نان سيكوينشال ممكن انها تكون الاسئله. صرت اكيد معروف عندكم يعني مقصود السيكوينشال او لا، وان واي تو واي الامتحان ولا لا صح. وايضا this distinction between study designs and methods of data collection اللي هي اللي حكينا عنها لإندبث انترفيو. انا ما بقدر اعرف هل هي كانت method of data collection كانترفيو ولا هي design بالqualitative design. اوكي small power gap between the researcher and the study population بحيث انه كيف هاي نشرح لكم اياها اللي هي ال researcher and the study population they can interact. اوكي فبصير انه ممكن انه يصير هذا يوضح للثاني والاول الطرف الاخر ممكن يسال الريسيرشر شو المقصود بالكويشن او كذا. فايضا difficult to check researcher bias فيها ممكن مجال كبير للريسيرشر bias، وحكينا عن هذا الobservation اللي هي البايس ناتج عن انه ريسيرشر كيف ممكن يعمل اوبزرفيشن للفينومينا او غيرها وغيرها من الاشياء الثانيه. بينما بالكوانتيتيف اتس سبيسيفيك ويل ستراكتشر انشور فاليديتي اند ريلايبيليتي بقدر اعملها تيستينج، ال كان بي اكسبليسيتلي ديفايند اند ريكوجنايزد واضحه يعني بشكل كبير اوضح بكثير من الكوانتيتيف، وكان بي ريبليكيتد اند ريتستد يعني انا لما اعمل التجربة أو الستادي تبعتي أو الريسيرش تبعي إذا حدا تاني بده يعملها ريبليكيشن بسهولة بقدر يعملها ريبليكيشن، طبعاً بيز على ريبليكيشن نعيدها لأن الستيبس تبعتها واضحة والتست اللي استخدمت واضحة، فبالتالي سهل إنه يعيدها. فنبدأ الآن نرجع نحكي عن الكوهورت ستاديز. ضل كيس كنترول اكسبيرمنتال واللي هي شوي بنفوت على الريسيرش نشوف كيف الانتربريتنج الداتا نفهم الارتكل كيف تذكر، فهي يعني رح تفيدكم كثير ان شاء الله. ثلاثه ان شاء الله. فالان نحكي عن الكوهورت ستاديز وهي فيها فولو اب زي ما حكينا من لونجيتودنال ستاديز، هي اوبزرفيشنال ستادي. فشو المقصود بالكوهورت؟ كوهورت هي مجموعة، أوكي؟ فكانوا زمان يستخدموها اللي هي كتيبة الرومان مثلا سولجرز، هذول كانوا they march together فكانوا يحكوا عنهم كوهورت، فمن هون إجت مصطلح الكوهورت. فالآن مثلا أنا بدي أعمل دراسة كوهورت ستدي، فبدي الكوهورت أنتوا مثلا كجروب كدفعة فيكم صفة مشتركة إنه كلياتكم مثلا دفعة قديش؟ 2020 تمام. فأنا بحكي إنه أخذت أنا كوهورت 2020 وعملت عليهم مثلاً دراسة اللي هي عملنا لهم فولو أب وطلعنا أوتكم معين. إذا أنا ممكن أخذ من الكوهورت يكون أشوف صفة معينة، صفة مشتركة في مجموعة وهن اللي أخذهم للدراسة هذول بعتبرهم كوهورت. ممكن يكون هذا الكوهورت as disease كوهورت مثلاً of breast cancer patients، فهذول بيكونوا إيش كوهورت عندي. إذا في الكلينيكال ريسيرش الكوهورت is a group of people who share a common characteristic or experience within a defined period. فالsources of cohort ممكن يكونوا birth cohort مواليد 48 مواليد 50 مواليد 60 مواليد 80، هذول كلياتهم كل واحدة منهم نعتبرها cohort. ممكن يكون geographic مثلا سكان إربد كلهم cohort. أشهر دراسة بالكوهورت ستاديز فرامينغهام اللي هي أخذت 6500 من 28,000
وعملت لهم فولو اب لفتره من الزمن رح نحكي عنها، الا اتوقع اخذتوها او رح تاخذوها في لا لسه الفصل الثاني في الكافيه رح تاخذوها. اوكي ممكن من خلال ميديكال بلانز، ممكن من خلال ميديكال بروفيشنالز، ممكن اخذ نيرسز هذول كوهورت، فيزيشنز هذول كوهورت. اذا انا على اي صفه مشتركه ما بينهم ممكن اخذ الكولجست جرادويت، الاوكيبيشنال اكسبوجرز، السبيسيفيك ريسك فاكتورز، هاي كلياتها سموكرز نون سموكرز دايبيتكس وات ايفر ريسك كانسر زي ما شو حكيت. هاي كلياتها ممكن نعتبرها هي صفه مشتركه حتى احكي هذا هو الكوهورت اللي اخذته للدراسه. So what are cohort studies? هم study design where one or more samples who share a common experience or condition بنسميهم cohort are followed over time and subsequent status evaluation with respect to disease or outcome are conducted to determine which initial participants' exposure characteristics are associated with it. إذا أنا هون شو عم بحكي؟ في follow up over time، في disease، في exposure. لكن أنا شو بعمل؟ ال classification هون بدأ بشو؟ بال disease ولا بال exposure؟ okay. to determine، إذا أنا to determine the initial exposure. إذا أنا بحدد الإكسبوجر إكسبوزد نون إكسبوزد بشوف مين صار عنده ديزيز. أوكي؟ لكن الآن رح أنتم يمكن لما أحكي لكم هلا اللي هي ديزاينز تبعها ريتروسبكتيف وبروسبكتيف رح تترتب الأمور. أوكي؟ إذا أنا في هاي الحالة إذا تتذكروا بالكروس سكشنال ستدي إحنا حكينا عنهم إلهم اسم ثاني بريفالنس ستدي. حكينا بدي أشوف البريفالنس أوف دايبيتس في بوبيليشن معينة. فأنا قديش في ناس أصيبوا بالديابيتس في فترة معينة at one point of time فنسميهم prevalence studies. في الكوهورت studies أنا بقدر أقيس الـ incidence of disease. الـ incidence اللي هي number of new cases of condition occurring over time بيختلف عن الـ prevalence. prevalence كل الـ cases، الـ incidence أنا بشوف فقط الـ new cases. إذا الكوهورت أنا عندي هون بقدر أقيس فيه الانسيدنس، وهذا شيء مهم حتى إنه لما أحكي لك إنه وجدنا بهذه الدراسة انسيدنس عندنا كوهورت. أوكي؟ إذا it allow the calculation of incidence اللي هو number of new cases حكينا في الكوهورت. But types of cohort studies في retrospective and prospective. The prospective اللي هي concurrent cohort study or longitudinal study، أما retrospective اللي هي non-concurrent و all historic اللي هي historical cohort studies رح نحكي عنهم بالتفصيل. الآن لو طلعنا أمامنا هون بالمخطط اللي هي ال prospective and retrospective، لاحظوا هون أنا بال present عشان ما أضيع، أنا في ال present. أوكي إذا أخذت المعلومات ما بين exposure، هاي exposure smoker non smoker، ومشيت معهم وشوف مين صار عنده disease في هاي الحالة prospective cohort study. الآن أنا في present عندي ناس عندهم disease ونون disease، لكن أنا رجعت للماضي شفت مين الexposed ونون exposed ومشيت معهم من الماضي لحتى present، فهون هاي نسميها retrospective. الآن classification تحكولي إنه هون أنت عملتي classification based on what؟ based on the exposure. لاحظوا انه هون لما عملت classification في statistical tests كلياتها كان based on exposure. في الحالتين بلشت بالexposure. كيف انا ببلش بالexposure في retrospective؟ لانه اوكي انا عندي هلا disease و non-disease، بس هلا بحطهم على جنب انا برجع بشوف مين exposed non-exposed وانا عارفة already مين disease و non-disease. اوكي؟ فهيك صارت انه انا بلشت في الexposure. في هاي الحالة نحكي عنها اللي هي retrospective cohort study لما أبدأ بالإكسبوجر من الـ past data records أو اللي هي أو history أو كذا. الآن لو حكينا بالتفصيل على prospective cohort study اللي هي هاي، نبدأ بالإكسبوجر في الـ present
نمشي معها للفيوتشر. It began with a cohort of individuals without the disease that contain individuals who have been exposed to the risk factor of interest individuals who have not been exposed. لاحظوا الكلمة هون الكي لازم تنتبهوا لها. لما بلشنا بالإكسبوجر كان عندهم الديزيز ولا لا؟ لا. They don't have the disease. لما أحكي كلمة إنه they were free of the disease وشفت معهم شفت عندهم الإكسبوجر ومشيت معهم لحتى صار عندهم مجموعة منهم ديزيز ومجموعة ما صار عندهم ديزيز بدك تنتبه إنه هاي كوهورت ستدي. أوكي؟ إذا أنا لما أمشي بالمجموعة they are free of the disease. So they are without the disease that contains individuals. ناس عندهم exposed وناس اللي هي have not been exposed. ممكن exposure ممكن يكون smoking, ممكن يكون medication, ممكن يكون أعطوني exposures معينة sunlight. إذا بدي أشوف مثلاً حدوث ال vitamin D deficiency أو غيرها أو غيرها من outcomes. إذا عرفتوا كيف؟ إذا أنا بإيه؟ الاكتئاب ديبرسيف هون شو بده يشوف اكسبوز لشو امتحانات او لا اخذوا امتحانات ولا ما اخذوش امتحانات فبنشوف العلامات فبهاي الطريقه احنا بنقدر نشوف اكسبوجر والاوتكم تمام. So we follow the cohort prospectively often for years لانه عاده اهل الكوهورت احنا بهمنا الديزيزز اللي بتاخذ لونج تايم لحتى تو ديفلوب فبالتالي احنا بنعطيها مجال تو ديفلوب مثل الكانسر اوكي مثل الدايبيتس احيانا يعني اوكي اقل من الكانسر بس it needs time to develop to assess the development or incidence of the disease. اذا انا بهمني زي ما حكيت اهم شيء في الكوهورت اني اعرف الانسيدنس اوف ذا ديزيز فبشوف الاكسبوجر وبمشي فيه لحتى اعرف اللي هي حدوث الديزيز وبحسب فيها اللي هي ريليتيف ريسك ريليتيف ريسك اتوقع اخذتوا لمحه عنها بالستاتس. إذا لما أعمل أنا comparison of risk of developing disease between the two groups exposed و non-exposed بصير أقدر أحسب relative risk. أوكي الآن عنا هذا المخطط لحتى تترسخ الفكرة. The cohort studies are follow-up studies, they are longitudinal studies, incidence studies كلها synonyms لنفس الدراسات لنفس الديزاين. اوكي اذا هاي عندنا الكوهورت ستدي اكسبوزد او نون اكسبوزد وتايم باسز فانا بشوف كومبير الانسيدنس امونج ذوز هو هاف بين اكسبوزد وقديش الانسيدنس باللي ما صار عندهم اكسبوجر للاكسبوزر للشيء اللي انا بدي اقيسه. فهي اللي هي ايدنتيفاي نون ديزيز بيبل جروب باي ريسك فاكتور ستاتس الريسك فاكتور اللي هو الاكسبوجر يعني ما احكي سموكينج فهو ريسك فاكتور لحدوث اللنج كانسر تمام. ونعمل فولو اب لونجيتودينالي تو كومبير الانسيدنس بين ذوز هو وير اكسبوزد اند نون اكسبوزد للاكسبوجر اللي انا بدي اياه للريسك فاكتور معين. كمان مخطط ايضا لما نحكي ريسك فاكتور او اكسبوجر كمان لها مصطلح مرادف لها اللي هو بنحكي عنه بريدكتور هو ممكن يكون سموكينج از بريدكتور فور لانج كانسر اذا هو بتنبأ لي بحدوث لانج كانسر او لا اذا صار فيه انه تعرض له لهذا الفاكتور فهو راح يتنبأ لي بحدوث الاوتكم او الديزيز. اذا انا عندي بوبوليشن وبدي اقيس عندهم بريدكتورز معينه اكسبوجرز معينه وممكن انا اخذ منهم حتى سبيسيمنز ممكن واخبيها وممكن فولو اب اوفر تايم. لاحظوا انه في ممكن ناس تطلع من الكوهورت او السامبل اللي انا اخذتها هذول بسميهم لوست فولو اب. ممكن ناس هاجروا وتركوا المدينه اللي انا عم باخذ منها المعلومات ممكن ماتوا ممكن they are not interested to continue مثلا معي في الدراسه فطلعوا. فهاي مشكله اللونجيتودينال ستاديز حكيتها قبل هيك اللي هي لوست فولو اب وبس يمضي الوقت I will measure the outcome as they occur. كل ما حدثت عندي مثلا صار عنده lung cancer اوكي صار outcome صار ممكن يكون outcome death صار نمشي معهم لحد ما يموتوا هاي نسميها survival study انه نشوف مثلا تأثير medication على survival اذا كان outcome عندي death فبنحكي عنه survival
فبهاي الحالة أنا كل ما يموت خلاص حدث الأوتكم، كل ما يموت الشخص اللي نعمل له فولو أب حدث الأوتكم. فبنشوف هل إنه مثلا أخذ ميديكيشن معين راح إنكريز السرفايفل ولا يقلل السرفايفل ل لجروب معين أو لكوهورت معين. كمثال عليها في البروسبكتيف إكزامبل نشوف إذا there is a relationship between cholesterol level and risk of cardiac diseases. فإحنا رحنا أخذنا معلومات وشفنا total cholesterol level ومنها classification من ناحية اللي هي low, moderate أو high. أوكي؟ ومشينا معهم over time لحتى نشوف to compare the incidence among هاي categories ونشوف اللي هي incidence of cardiac disease. هذا مثال على prospective cohort study. الادفانتجز اوف بروسبكتيف كوهورت ستاديز انها تقدر تقيس لي الرير اكسبوجرز ات كان بي اكزامند باي ابروبريت كوهورت سيليكشن. يعني مثلا لو حكينا ممكن بعض الاكسبوجر ممكن راديشن ممكن كذا تكون رير اكسبوجر، فانا يعني اذا جمعتهم بيست اون اكسبوجر او نون اكسبوجر وعرفت من اختار الكوهورت تبعي بطريقه صحيحه، في هاي الحاله انا اخذت الادفانتج تبعت الكوهورت ستاديز اني انا عملت examination the rare exposure. ممكن اخذ multiple outcomes diseases can be studied for one exposure. يعني smoking ممكن اشوف outcome ممكن اكون اللي هي lung cancer، ممكن يكون diabetes، ممكن يكون whatever، اكثر من disease اكثر من outcome ممكن انا اقيسه لهذا الاكسبوجر. The incidence of disease can be measured. We can calculate the relative risk. وأيضا اللي هي provide strong evidence of causal association between exposure and disease. اللي هي لأن time order is known. Okay؟ لأن أنا عارفة مين إجا قبل مين. لأن أخذتهم أنا free of disease. ما كان عندهم أي disease. تمام؟ ومشيت معهم لحتى صار disease. فبالتالي أنا عارفة أكيد exposure كان قبل disease. إذا الترتيب الزمني تبعهم موجود. في هاي الحالة أنا بقدر أحكي إنه this will cause this. أوكي البريدكتور هاد أو الريسك فاكتور هاد راح يؤدي لحدوث الديزيز معين. الديسادفانتجز للبروسبكتيف كوهورت ستاديز أول شيء it's time consuming. لأن إذا بدي استنى تصير كانسر أو ديث أو كذا هي سنين. فإذا واحد أخذها لدراسات عليا وقعد حية مش رح يتخرج. It's time consuming. وبالتالي أيضا هي it needs large samples. بدها عدد كبير. It's expensive. لأنه طول ما هو الدراسة شغالة أنت عم تدفع عليها سواء على مستوى لو إنك معلومات على التليفون you have to pay for it. فما بالك لو كانت فيها مختبرات وفيها diagnosis وفيها follow up وكذا وكذا. It's expensive design. Problems of selection bias. من أي ناحية بيجين selection bias؟ Lost of follow up. هذول lost of follow up mean more likely to be lost of follow up. Very ill population. هذولا أو elderly population. فبالتالي بصير فيها bias. مش راح يضلوا معي يستمروا في الدراسة. ايضا اللي هي في البدايه لما انا احط الكوهورت مثلا قلت لكم النيرسز ممكن يكون كوهورت معي. اوكي فانا هذول النيرسز اوريدي لو بدي اقيس عندهم اوتكم لحدوث ديزيز وهذا الديزيز فيه موديفايبل ريسك فاكتورز مثل مثلا الاوبيسيتي او مثل السموكينج او الهيلثي لايف ستايل. اوكي لو اخذت النيرسز هذول وشفت عندهم هذا بدي استنى اشوف حدوث هذا الديزيز عندهم هذول النيرسز they are educated they will be more likely in home to adhere with healthy lifestyle. فبالتالي انت من البدايه لما بدك تشوف الديزيز هذا عندهم هم اوريدي متعلمين واغلبهم راح يكونوا عارفين شو يعني healthy lifestyle راح يكونوا non smokers ممكن او انه فبالتالي بالضبط فبالتالي انت في نوع من راح يدخل source of السلكشن بايس فيها. هل هذا الشيء ممكن يأثر على نتائج الدراسه؟ اوكي هي بنحكيها هي في سورس اوف سلكشن بايس لانه انا عندي الكوهورت هو كان نيرسز لكن
تطلع لدراسة تانية تشوف نفس الاكسبوجر والديزيز او الاوتكم اللي بيحدث بنفس الديزاين بس على بوبوليشن تانية وطلعت عندها نفس النتائج. So it will confirm my findings. في هاي الحالة انا لو عدت الدراسة على اكثر من population بصير احنا بحاجة لconfirmatory studies لحتى. تفضل دكتور. هسه في عند كل دكتور في تقارير طبية للمرضى مثلا انه مدخن سموكينج مثلا كم سنة وشو الامراض اللي معه، طيب نقدر نستفيد منها طبعا. ما هي هاي يعني هي نحكي عنها اللي هي records وبس هاي ريترو بالضبط. اذا ريتروسبكتيف لان انا رجعت اخذت ريكوردز قديمه وهلا بشوف شو الديزيز عندهم. عرفت كيف؟ لكن بروسبكتيف هي انا لسه they are free of the disease وبمشي معهم اشوف الاكسبوجر، ممكن اشوف يعني عرفت كيف، ممكن استخدم الريكوردز اشوف الاكسبوجر امشي معهم. عرفت كيف؟ فهي بهاي الطريقه. So with the prolonged time of period راح يصير في عندنا loss to follow up اللي هي people drop out. ايضا اكسبوجر ممكن تشينج، فهذا بيسوي لنا المس كلاسيفيكيشن بايس. شو المقصود؟ يعني اوفر تايم لما تحكي انا بعمل فولو اب 20 سنه ممكن السموكر صار من سموكر وممكن العكس يصير. فبالتالي انت عامل اذا عامل كلاسيفيكيشن بيسد اون سموكينج ستاتس صار في سورس اوف كلاسيفيكيشن مس كلاسيفيكيشن بايس. اوكي، لانه هو كان سموكر صار من سموكر وانا كنت عديته سموكر، فبصير مس كلاسيفيكيشن عندي في هاي الحاله. طبعا وكلها كثير من الاكسبوجرز ممكن تتغير غير السموكينج، ممكن يكون اشياء ثانيه مش خاطر في بالي، بس يعني ممكن الاكسبوجر ستاتس عادي معينه يعني ممكن لايف ستايل معينه كذا حسب انت شو الاكسبوجر انت ماخذها. ففي هاي الحاله طب شو اعمل، شو الحل؟ رح تتاثر النتائج؟ نعم رح تتاثر، لكن انا لاحظوا انه حكيت في البدايه نيد لارج سامبلز. احنا لما نسوي كوهورت نسوي كوهورت على الافات عشان ما يتاثر اذا في، فبالتالي مثل هاي البايسز راح يكون في ناس سموكر صار من سموكرز وفي ناس سموكر صار سموكرز، برضه هذا الايفكت ممكن يخفف من حدوث هذا البايس خصوصا لما يكون اللارج سامبل سايز بشكل كبير. اوكي طب طلعهم من الدراسه الحاليه ليش يسمون بايس؟ ما تقدر تعرف مين اللي تغير الستاتس تبعه، لان اخذت انت ممكن اكسبوجر ستاتس من ريكوردز وبالبروسبكتيف لو اخذته هلا هو ما بضمن انه بعدين يغير. انا عم بستنى الاوتكم عنده، ما عم باخذ رجعت اخذه هو سموكر ولا نون سموكر، انا عم بستنى حدوث الاوتكم. تمام، فما بقدر اعرف مين بدي استثني، فصعب جدا هذا الشيء. لكن there's a source of misclassification. Yes, there's a source of misclassification bias. وانت في دراستك بتحكي انه كان فيها مجال لانه ممكن الاكسبوجر يتغير، ممكن ناس ماشيين على دواء معين وبعدين بطلوا يستخدموه، برضو هاي من الاكسبوجرز ممكن تتغير. change over time in diagnostic criteria. كيف يعني هاي؟ انا اوكي عم بستنى الاوتكم، ممكن هذا الاوتكم هو حدوث ديزيز معين. الكرايتيريا للدياجنوسيس لهذا الديزيز over time بتطور التكنولوجي، بتطور مثلا تغير الديفينيشنز للديزيز هذا ممكن تتغير. يعني ممكن واحد اعتبره صار عنده الديزيز في فترة من الزمن ومس مش الوقت انه هذا ما صار عنده الديزيز، لانه اختلف تعريف الديزيز عند يعني بشكل عام لحدوث هذا الديزيز. فبالتالي انا ممكن هو الناس اللي كنت اعتبرهم في فترة من الزمان هم صار عندهم الديزيز، بعد فترة ممكن اعتبرهم ما صار عندهم الديزيز، خصوصا لما يكون الدياجنوسيس بيست على اشياء اللي هي اجهزه طبيه او غيرها لحتى تكون فيرم الدياجنوسيس. اوكي ايضا هاي بادي لحدوث المس كلاسيفيكيشن وبادي لحدوث اللي هي تغيير في الدراسه نتائج الاوتكمز. not useful for rare diseases outcomes. ليش؟ لانه انا قديش بدي اكسبوجر لحتى يصير الديزيز. So it's not useful. مين اللي اللي بتنفعني فيها اللي هي لما اعمل categorization based on the disease اللي هي case control study. It's useful for rare diseases. اذا لاحظوا ان التلتين شوية هون عكس بعض. Case control study نعمل classification based on the disease نرجع نشوف الاكسبوجر. فإتس suitable for
brain diseases. هون احنا شو عملنا classification based on exposure و بنشوف نمشي مع هذا حدوث لحتى حدوث الديزيز. بالنهاية البروسبكتيف كمان ندرس advantages تبعها. It's complicated to implement and conduct. يعني نتيجة هذه الطريقة الديزاين فولو اب ونازل هو complicated design. فين الديس advantages تبعها؟ الآن لو حكينا عن examples of cohort studies في دراستين كتير معروفات عالمياً اللي هم Framingham Risk Study وال Nurses Health Study. Most of cardiovascular risk factors المعروفة هلا واللي الكل بيعرفها وباي ديفولت صرنا ماخدينها يعني الأوبيسيتي وغيرها بين مثلاً الهايبرتنشن كل risk factors تبعت ال cardiovascular disease عرفناها من Framingham Risk Study. في هاي الدراسة الدراسة الثانية The Nurses Health Study بس خلينا نحكي هون أوكي. Nurses Health Study أيضا هي Important Cohort Study وهاي الدراسة استخدمت أو من خلالها عرفنا هي Prospective Cohort Study. أخذوا مجموعة من النيرسز وصاروا يلاحقوا فيهم Follow Up Prospectively يبعثوا لهم Questionnaire كل سنة لحتى حدوث Outcomes معينة وعرفوا عندهم Cardiovascular Disease مثلا كانت Outcome منهم وايضا اللي هي الهرمونال تريتمنت والعلاقات ما بيناتها من خلال هاي الدراسه اوكي. سو الفرامنغهام ريسك ستدي ذا موست فيموس كوهورت ستدي اند ذا بيجست وان ذات انفستيجيتد اند ديفايند كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز والنيرسز هيلث ستدي امبورتنت كوهورت ستدي ذات شيب ميديسن ذات انفستيجيتد ا كوهورت اوف بوست مينوبوزال وومن اخذت مجموعه من بوست مينوبوزال وومن and the risk of cardiovascular disease and hormonal treatment. شافت مين exposed للhormonal treatments و based on that انه شافوا مين بيصير عندها cardiovascular diseases or not. The incidence of cardiovascular diseases. فلو حكينا عن اللي هي nurses health study نفصلها شوي حتى نفهم الديزاين اكتر اللي هي it examines the incidence of risk and risk factors for common diseases in women. فأول شيء they define selection criteria and assemble the cohort. جمع الكوهورت اللي هم عبارة عن النيرسز في سنة 1976 فالinvestigators obtained list of registered nurses أعمارهم من 25 ل 42 في أكثر 11 most populous states and mailed them عن طريق الميل بعثوا لهم questionnaires واخذوا منهم معلومات and invitation to participate in the study. For those who agreed became the cohort. اللي وافقوا وشاركوا في الدراسة صاروا هم عندي الكوهورت. هم نيرسز بعثوا لهم بالبريد شاركوا معنا بالدراسة واخذوا منهم معلومات من خلال الكوستشنير. It measure predictor variables including potential confounders. يعني ناخذ منهم اخذوا منهم معلومات كاملة. البريدكتور variables الاكسبوجرز اوكي بالاضافه لمعلومات هي كونفاوندرز لانه احنا بهمنا نعرف شو الكونفاوندرز لاي دراسه اي شيء ممكن ياثر الايج والجندر والجندر هم نيرسز بينات لانه على اساس الهرمون التريتمنت اذا اي كونفاوندر ممكن يكون موجود اخذوا منهم هاي المعلومات ف they made the questionnaire about weight exercise other potential risk factors and obtained completed the questionnaires from 121,700 nurses. They sent questionnaires periodically to ask about additional risk factors and update the status of some risk factors that had been measured previously. إذا لحتى نخفف ال misclassification bias أو risk factors كانوا يعملوا update لإلها خلال الفترة. Follow up the cohort and measure the outcome. The periodic questionnaire also included questions about the occurrence of a variety of diseases outcomes which were validated by the investigators. إذا استخدموا الكوستشنير وهذا الكوستشنير كان validated لحتى يعرفوا الـ outcomes اللي هم بدهم يحصلوها. إذا الـ prospective approach في هاي الحالة هو سمح للـ investigators to make measurements at baseline and collect data on subsequent outcomes. The large size of the cohort and long period of follow-up provided substantial statistical power to study risk factors for cancers and other diseases.
من طلعت من هاي الدراسة مش بس outcome واحد، هم شافوا أكثر من outcome وشافوا exposures كتيرة، فطلعوا منها ب findings كتيرة، منها إنه the hypothesis that gaining weight increases a woman's risk of breast cancer after menopause. The woman supported their weight at age 50. فهاي شافوا كيف خلينا نحكي أهم شيء من هاي النقطة هون تمام، النقاط the findings لهاي الدراسة اللي بدي إياكم تركزوا عليه وتنتبهوا له لحتى تقدروا تعرفوا الإن interpretation واللي انتوا اكيد اخذتوه بالباي ستاتستكس وانا برجع هون باكد عليه اللي هو لما حسبوا ريليتيف ريسك. احنا عندنا الكوهورت ستدي، كوهورت ستدي الريليتيف ريسك لما حكينا احنا الديفرنس بالاكسبوز ونون اكسبوز بحدوث الانسيدنس اوف ديزيز تمام. فحسبوا الريليتيف ريسك في هاي الحاله طلع لنا 2. شو المقصود ب 2؟ في علاقه بالاكسبوجر والديزيز صحيح، بحيث انه صار قديش هاي المقدار دبل بالضبط تمام. ليش احنا لو كانت واحد شو يعني نفس عاويه there's no association، احنا بنحكي عن بسط مقام، فبالتالي لما صارت 2 معناته دبل، معناته there is an association between اللي هي heavier woman had a higher risk of breast cancer after menopause. فبهاي الحاله اللي هي they had a twofold increased risk of developing breast cancer. طيب لما نيجي نحكي 95% confidence interval 1.4 to 2.8، شو المقصود فيها؟ شو ممكن تعطيني indicator هاي؟ يعني هذا اللي بهمني هون بهذا الاكزامبل، ويعني وجبت فيه أسئلة اللي هي قديش كان increase the risk، هل هي significant ولا لا، هل في فاهمين علي؟ لما أنا في هاي الحالة لما كانت واحد ما في علاقة. هلا هون كيف دارنا significant ولا لا؟ إنه ممكن هي double بس ممكن تكون not significant finding، يعني ممكن إنها تكون إنه due to chance هيك صدفة إنها طلع عندي relative risk double. The confidence interval هاد هو بيعطيني indicator. ليش؟ قريب على شو المقصود بالconfidence interval؟ ال confidence interval اللي هي شو المدى اللي ممكن يكون في النتيجة. أوكي طلع معي 2 relative risk لكنه معي مجال إنه يطلع ما بين 1.4 ل 2.8 تمام. لحد هون إذا هذا شو يعطيني indicator إنه هو مش واحد. إذا كان واحد included في confidence interval معناته ممكن انه يكون قيمه not significant لانه بصير فيش اختلاف ما بين ال exposed وال not exposed. فهاي الحاله it is not significant association. اذا هون هاي لما تكون 1.4 to 2.8 معناته it is significant association, it is not due to chance، مش بالصدفه صارت عندي. اوكي هي انه there is an association، هاي الاسوشيشن عندي مؤكده. وحتى ممكن اذا بس اعملها مثلا انه الكونفاوندرز كلهم اعملهم ادجستمنت وانه استثني تاثيرهم بالريجريشن وطلعت نفس الشيء ضلت سيجنيفيكانت معناته there is an association، there is a causal association. اوكي في هاي الحاله اذا انا بطلع على شغلتين، اول شيء ريليتيف ريسك اذا كان مثلا فوق الواحد فهو increasing the risk of disease، إذا كان أقل من واحد it will decrease the risk of حدوث الديزيز. أحيانا ممكن medication معين الستاتينز مثلا والكولوريكتر كانسر. أوكي فإحنا إذا شافوهم وطلعت relative risk أقل من واحد معناته الستاتينز will decrease the risk of colorectal disease. ولما شافوا الconfidence interval ما كان رقم واحد من ضمن الconfidence interval معناها it is significant association not due to chance، لأنه واحد معناه مين there is no association مدامها مش معها الانترفل. طب أنا كيف تكون decrease the risk والواحد مش معها؟ بتكون 0.3 مثلا to 0.8 في حال الواحد مش معها فبتضلها significant. وضحة الواحد not significant اي شيء غير الواحد طلع على الانترفال، اذا الواحد مش انكلودد بيكون ايش significant. اذا كانت تحت الواحد فهي decrease الريسك، اذا فوق الواحد
increase the risk. واضحة؟ هاي يعني هاي أنا جايب عليها سؤال تمام؟ بشكل ما في سؤال. مش واصلة؟ أنا واصلة وإن شاء الله. في سؤال عندك؟ شو اللي مش واصل؟ لا رقم واحد. لا اذا يعني اذا الواحد دخلت بالانترفال ايوه اذا واحد دخل بالانترفال مثلا 0.8 لا في رقمين بالانترفال 0.8 ايش وايش في رقمين هاي بالانترفال 1.4 to 2.8 اذا كان واحد من بيناتهم بتكون not significant بس هي تطلع لا هي الواحد مش من بيناتهم هي significant association وضحت؟ يعني الطرفين نزل الدكتورة أنا عندي هنا اللي هي خلينا نحكي 1.4 أوكي؟ وهاي 2.8 الواحد وين؟ الواحد هون الأكبر والأصغر تمام؟ مدام أنا عندي الفترة هون معناته كل القيم للريلاتيف ريسك راح تكون في الفترة هاي أوكي؟ في هاي الحالة معناته هي دائما significant دائما مش واحد أوكي؟ في حال كانت الواحد included بالانترفل معناته ممكن انه من التشويسز اللي كانت معي انه واحد يطلع صح؟ وواحد مش significant لانه هو بسط مقام لما نحكي بسط مقام معناته اثنين زي بعض لما يطلع واحد أوكي؟ في هاي الحالة أنا صارت not significant وضحت؟ طيب إذا كان اللي فوق الواحد معناته it will increase the risk وإذا كان تحت الواحد decrease the risk أوكي؟ واضحة؟ أوقف لحد هون خليها تثبت عندكم تمام؟ يعطيكم العافية خربطة خربطة صح